المأكولات الفاسدة ملف يشغل بال اللبنانيين منذ الكشف عن الفضائح في المطاعم والملاحم. في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الـ FDA تشرف على سلامة الأدوية والأغذية، ولكن هذا النوع من الإدارات ليس موجودا في لبنان، حيث تداخل صلاحيات حوالي 6 وزارات يطرح إشكالية كبرى في تأمين رقابة موحدة لحماية صحة المواطنين. في لبنان ما عندنا وحدة موحدة، مصلحة موحدة يلي بتكون بمراقبة كل هدول. طيب إذا عندي أنا 5-6 روس على نفس الموضوع وصلاحياتهم كلها بتتداخل، يعني مستحيل نوصل لنتيجة معينة. يعني كان بال 2003-2004 انشغل على مشروع هيئة خاصة بسلامة الغذاء، وراح المشروع ورجعوا فتحوا إجبارية شالوه بال 2006 بس رجعوا ضبوه. هلا ما بنعرف وين هو. لازم نعاقب اللي عم يخالف ونقول شو هي المخالفة، يعني مش بس نقول إنه هذا فلان خالف، هذا فلان عنده غذاء غير مطابق. طب غير مطابق لشو؟ يعني أول شيء لازم نقول شو هن الستاندرز اللي عم نشتغل عليهم. التوعية والتدريبات لكل العاملين في مجال الأغذية، هذا ما يدعو إليه الأستاذ في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور محمد أبيض. لازم نعمل أويرنس، منعلمهم مثلا والله ولا ما لازم تعمل هيك، لازم نجبرهم كل واحد مثلا مطعم صغير تعال أخي خذ هاي كورس، منعلمه كيف يسلم زبون مثلا ما يخلط الناي بالمطبوخ، كيف يغسل الخضرة، كيف ينقعون، يعني ما بنعرف. يعني وكمان المي مشكلة كمان أكبر اللي عم نغسل فيها الخضرة، يعني مشكلة بتجر مشكلة. يعني دور الوزارة أوكي أنا معهم شفنا مشكلة، طب بس شو الحل؟ أظهرت دراسة أجرتها الـ AUB أن التوعية فيما يتعلق بسلامة الطعام غائبة حتى في المنازل. أخذنا عينات من البيوت وسألنا 300 بيت. صراحة يعني إذا بتطلعي أنه عن جد عندك تقريبا 60-70% يعني بيختلف حسب الأسئلة اللي عم نسألها، بين 60-70% ما بيعرفوا شو هن البكتيريا، يعني انه ليش بيتسمموا. والمعتقد انه الناس ما بتتسمم اذا اكلت ببيتها، هيدي عن جد غلط. انه في كتير ناس بيتسمموا بالبيت اكتر ما بيتسمموا ياكلوا برا. طب لانه هن ما بيعرفوا يعملوا هاندلينج للفود. في استطلاع آخر أجرته الجامعة أكد 70% من 750 مواطنا أنهم يثقون بهيئة حكومية واحدة تشرف على سلامة الغذاء، فيما لو خيروا بينها أو بين شركة خاصة أو هيئة أجنبية.